ما الذي يمكن أن تقدمه المنظمات المدنية للوطن ولشبابه؟ سؤال تصدر الإجابة عنه مؤتمر صحفي لاتحاد شبابي ومنظمات إقليم تهامة، والذي أعلن إشهاره هذا المكون بهدف رفع قدرات الشباب والمنظمات وتأهيلهم في المشاركة السياسية. لقد حان وقت العمل لبناء مستقبل إقليم تهامة الذي حلمنا به، مستقبلا يواكب حضارة هذا الإقليم وعراقته الضاربة في جذور التاريخ منذ الأزل. المنظمات المدنية أعلنت أن أولى اهتمامها سيكون السعي إلى نشر الوعي وثقافة الحوار والتسامح الفكري والمذهبي وتجسيد مبادئ الديمقراطية للانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة، والعمل على تحقيق العدالة والمساواة لبناء مستقبل إقليم تهامة والنهوض به. أكاديميون شددوا على أهمية أن يكون للمنظمات المدنية دور هام في بناء الوطن باعتبارها شريكا أساسيا للمؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أن تشكيل هذا الاتحاد يأتي ترجمة لمخرجات مؤتمر الحوار وترجمة لطموحات الشباب. هذه الفعالية تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي كان نتاج حوار دام أكثر من 10 أشهر بمختلف الأطياف والقوى السياسية الفاعلة، اختلفوا ثم اتفقوا، وكان هنالك وفاق من أجل هذه المخرجات بحيث أصبحت ملزمة لكل يمني لترجمة هذه المخرجات والعمل الدؤوبي على عكسها على أرض الواقع لتكون في مثابة النجاة لهذا الوطن الغالي. العمل من أجل خدمة الإقليم شعار يسعى إليه هذا المكون الوليد، جاعلا من طموحاته بناء دولة مدنية حديثة يكون المؤسسات المدنية والمنظمات الجماهيرية بصمة في ذلك.